تقرب الى الله فلا دينه اللي عنده دينه خربان. يعني مضخه رفع الاعمال القلب اذا فسدت ما رفع، بل قطيعه الرحم، مع ان القطيعه محرمه على كل مسلم، قطيعه الرحم، لاحظ السرقه كبيره شنيعه، لكن ما لعن الله السراق. قطع الطرق جريمه كبيره من كبائر الذنوب، يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ومع ذلك ما لعنوا، لكن قاطع الرحم في كتاب الله ملعون. لا إله، نسأل الله العافية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. أعيد، افتح لأن بعض الآية التي بعدها، الآية التي بعدها قال أولئك الذين لعنهم الله، الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وش المصيبة؟ يسمعون الموعظة الآن، هم على الهواء يستمعون. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المشكلة في القلب مقفل، والمفتاح مع الشيطان. لا إله، والمفتاح مع كيف نجيبه الآن هذا؟ كيف نجيبه؟ نستطيع، يحاول يكسر القفل بالدعاء. أنا أقول ليس من الإهانة أن تأتي إلى رجل قطعته أو قطعك، إياك أن تبحث في مسألة القطيعة هو لي بدأ ولا أنا، هو الكبير ولا أنا، إياك، أنت المؤمن فانطلق، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا سلام. بنداء الإسلام أنت خير من. أنا كنت في حفل ألقي محاضرة، وكان هناك بين بعد الحفل من فقراته شعر، فلما ألقيت كلمة نحو هذه الكلمة بكى الشاعر، أنا لا أعرفه، بكى. فلما جلست بجواره قال يا شيخ فكني منهم، أنا لا أريد أن ألقي قصيدة، أنا أتكلم عن فضائل الأخلاق وعن الوصايا والحكمة، وأنا مصاب بالداء الذي تتحدث عنه. ما مصيبتك؟ قال ابن عمي لي 3 سنوات ما أسلم عليه، هو شاعر وأنا شاعر، وأتى نمام بيننا فرفع شعري عنده ورفع شعره عندي ليوقد العداوة فأوقد النار. قلت وبعدين؟ قال والله يا شيخ أنه من أفضل الناس وأتقى الناس وأشعر الناس وأفضل. طيب وش يضرك؟ قال ما أدري. قلت أنت شاعر؟ أنا أطلبك الآن طلبة، محب لك، اكتب بيتين شعر. فكتبها والدمع في عينه، قال أنا ما أقدر، نفسي رفضت أن أرسل الرسالة، أخشى من ردة فعله. قلت طيب أنا ممكن أن أكون أزن شعرك؟ أنا والله لا أزن لا الشعر ولا النذر، لكن أريد أن أرسلها. فأعطاني جواله فوضعت إرسال، راحت، فضج رأسه وتمسك بعمامته، يا شيخ وش سويت؟ قلت راحت وسيأتيك الرد. فأصابه برود وخدور بعد 6 دقائق إذا ب4 أبيات أعذب الشعر كله. الله أكبر. يرد عليه، فلما قرأها ضج وبكى. الله. فقلت الآن، أنا أقول لأخي عائض أرسلت رسالة، قلت لا الآن وقع على سند العفو. يا سلام. يا فقام سلام. واتصل، وكان بينهما مودة وصلة. ولذلك أنا أقول، نعم أقول لأخي عائض اذهب إليه راسل، بل وأدعوك نجتمع بعد، راح اشتري لك بشت ولا شوي عود واذهب إليه وسلم عليه، وإياك أن تفتح الماضي. بعض الناس يقول العتاب صابون القلوب، لا هذا صابون مصدره مصنع الشيطان، يجمع كلام يمكن له 30-40 سنة، ولهذا بعضهم نسي. فإذا قال له طيب خلاص بنصلح، بس تعال أنت قلت، قال تعاقب يا البعيد أنا ما قلت، فلين النار موقدة من جديد.